بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا تضاريس قاع المحيط الصف العاشر علوم أرض المدارس الوطن العربي. بالبداية من خلال درسنا السابق عرفنا شو هم الطرق اللي استخدموها العلماء لدراسة تضاريس قاع المحيط. حكينا أول طريقة كانت عبارة عن الحبال والأثقال، حكينا شو ميزاتها وشو سلبياتها، وتاني طريقة السبر الصوتي أو المسبار، وآخر طريقة واللي هي الطريقة الأحدث بتوفر علينا الوقت والجهد والمال هي طريقة الأقمار الصناعية. اليوم رح نحكي عن تضاريس قاع المحيط، شو ايش الاشياء اللي بتكون منها تضاريس قاع المحيط، وهل مكوناته او هاي التضاريس والاشكال الطبوغرافية الموجودة تحت المياه هل بتشبه لحد كبير او لحد ما تضاريس سطح الارض اليابسة؟ طبعا بالبداية رح نحكي اول اشي شو هم تضاريس قاع المحيط. اول جزء رئيسي طبعا بتكون تضاريس قاع المحيط من اربع اجزاء رئيسية، أربع أجزاء رئيسية اللي هم: واحد عنا الحافات القارية، اثنين ظهر المحيط، ثلاثة قعر المحيط، وأربعة وأخيرا الأخاديد البحرية. طبعا كل جزء من هاي الأجزاء الرئيسية الأربعة بتكون منها تضاريس قاع المحيط تتكون من عدة أجزاء فرعية أو ثانوية. بالبداية بدنا نحكي عن الجزء الرئيسي واللي هو الحافات القارية. طبعا لما أحكي عن حافات قارية، شو يعني حافات قارية؟ بما إن عم نحكي عن حافة وكنا بنعرف شو يعني حافة، يعني هي الطرف أو الجزء البسيط اللي بيشكل الشيء، فعنا حافات قارية يعني هي جزء البسيط اللي بيفصل بين القارة وبين قعر المحيط. لعشان هيك بما إنه جزء بسيط فهو تقريبا بيشكل نسبة 20% من مساحة المحيطات، من مساحة المحيطات، يعني جزء بسيط أو نسبة ضئيلة. طبعا هلأ هاي الحافة القارية أو هذا الجزء البسيط بالرغم من صغر حجمه إلا إنه عنده أهميات كبيرة. أول أهمية له إنه بشكل لي مدخل رئيسي للرسوبيات والأملاح، الرسوبيات والأملاح تمام؟ طب من وين تيجي هاي الرسوبيات والأملاح؟ طبعاً من صخور القش الأرضية بصير لها عمليات تجوية وتعرية وغيرها، طبعاً بتسحبها مياه الأمطار وغيرها من المسطحات المائية وبترسبها في قيعان المحيطات. تاني أهمية عنا المصدر الرئيسي أو الرئيس للغذاء والمواد الخام. بما اني عم بحكي عن ما كان بتجمع فيه رسوبيات الاملاح، يعني رح تكون التربة الخصبة، معناته رح تكون في زراعة. بما انه زراعة يعني رح يكون نباتات، والنباتات تعطينا حيوانات، وهي الحيوانات طبعا بتصير عندي مصدر للغذاء تعطينا مواد الخام. اذا بقدر احكي الحافات القارية هي جزء بسيط بيفصل بين القارة وبين قعر المحيط، نسبة 20% مساحة المحيط، عنا اهمية تنتين. اول اشي انه مدخل رئيسي لرسوبيات الاملاح اللي بتيجي من القارة نتيجة عملية حكاية التجوية والتعرية، بالاضافة انها مصدر رئيسي للمواد الخام اللي بتشكل لي خلينا نحكي الحافة القارية. طبعا هلأ الرصيف او الحافة القارية بدي عندها اربع اجزاء فرعية. طبعا الحافة القارية عنا أربع أجزاء. أول إشي منبلش فيه الرصيف القاري، يعني الحافة القارية تتكون من أول مكون فرعي أو جزء فرعي هو الرصيف القاري. كلمة رصيف قاري، شو المقصود برصيف القاري؟ هو بيطلقوا عليه اسمين، اسم خط الشاطئ أو اسم الرف القاري. خط الشاطئ او الرف القاري طبعا لانه منطقة بسيطة جدا زي ما حكينا بتفصل بين اليابسة وبتفصل بين المسطحات المائية. بما اني عم بحكي عن رصيف يعني ميلانه او انحداره قليل جدا، بيقدر تقريبا 1/10، وهو تقريبا الجزء المغمور تحت الماء. يعني اول ما بتبلش اليابسة تختفي والمي بتغمر هون بيكون عندنا الرصيف القاري أو الرف القاري تمام. بالعادة هو بتكون من منطقة منبسطة جدا، طبعا زي ما حكينا ميلانها أو انحدارها خفيف جدا. بما إنها بتحكي لي بتفصل لي بين المنطقة المغمورة بالمي والمنطقة اليابسة، إذا رح تكون كل الترسبات وكل الأملاح موجودة فيه، وهو منطقة ضحلة. طبعا عمقه هون بالنسبة لميلانها أو انحداره عمقه تقريبا 200 متر. طبعا هذا العمق أو ارتفاعه رح يكون كتير بسيط مقارنة بالمكونات الأخرى رح نحكي عنها. إذا عمقه 200 وميلانه 1/10.
بما إننا بنحكي عن منطقة قريبة من اليابسة، أول ميزاته رح تكون هي عبارة عن رح يتوفر فياته الأكسجين يعني الـ O2 وكمان أشعة الشمس، لأنه منطقة ليش بتوفر فياته أشعة الشمس بنسبة عالية؟ لأنه منطقة ضحلة، والمنطقة الضحلة يعني خلينا نحكي ارتفاع المياه فيها بسيط، يعني رح تصلها أشعة الشمس، ما رح تكون معتمة زي قاع المحيط، أو خلينا نحكي كل ما دخلنا بالعمق كل ما كانت نسبة وصول أشعة الشمس أقل بكتير، تمام؟ فهاي وجود الأكسجين ووجود أشعة الشمس ضروريين لعملية إيش اللي هي عملية البناء الضوئي. بما إنه صار عندي عملية بناء ضوئي يعني رح يصير توفر للنباتات، بما إنه النباتات رح تتوفر والطحالب كمان رح تتوفر، إذا كمية الأسماك وكمية الحيوانات البحرية رح تعيش في هاي المنطقة رح تكون كبيرة، فرح تكون عندي. وطبعا بما إنه عم نحكي وفرة أشعة الشمس بنسبة عالية يعني درجة الحرارة رح تكون متوسطة أو معتدلة، وهذا بيخلي لي إنه الغذاء متوفر، الأكسجين متوفر، كل ما بتحتاجه الكائنات الحية متوفرة، إذا رح يعطيني إنه نسبة خلينا نحكي الكائنات الحية رح تكون عالية. عندنا تقريبا رح يكون 70-80% من الكائنات البحرية إشمالها متوفرة في المنطقة الرصيف القاري. يعني لو حكينا أين تتوفر الكائنات الحية في المحيط بالأخص أو تقريبا رح تكون أكتر إشي بالرصيف القاري اللي تابع للحافات القارية، تمام؟ كمان غير إنه 70% من الكائنات الحية تتوفر فيه، في عنا ثروات معدنية ونفطية، في عنا ثروات نفطية ومعدنية برضو بتتوفر في الرصيف القاري. لو بدنا نطلع على الشكل صفحة 39 كتابنا، صفحة 39 شكل 3-4، في عنا الرصيف القاري زي ما احنا شايفين هيو. اول ما مجرد انه اليابسة تخلصنا من اليابسة وبلشنا ندخل في المياه وفي عمقها، هاي المنطقة اللي بتفصل بين اليابسة وبين المياه هاي بسميها الحافة القارية، ومن ضمن اجزاء الحافة القارية الرصيف القاري اللي حكينا اللي نسميه خط الشاطئ، زي ما انتم شايفين عمق المياه كتير فيه كتير بسيط، يعني بيسمح لأشعة الشمس بالدخول، بيسمح لوفرة الغازات الدائبة بشكل أكبر، درجة الحرارة بتكون معتدلة، ما بتكون منطقة معتمة بشكل كبير زي لو حكينا في قاع أو في خلينا نحكي نهاية المحيط. إذا 70-80% من الكائنات الحية متوفرة فيه، بالإضافة للثروات المعدنية والأملاح والرواسب. هذا بالنسبة للرصيف القاري المكون لل حافات قارية. تاني مكون من مكونات الحافات القارية إشي ما يعرف بالمنحدر القاري. كلمة منحدر يعني هلأ بلشنا نزداد بالعمق، بلشنا الميلان أو الانحدار إنه يزداد. كلمة منحدر يعني العمق إشماله يزداد، هي أول إشي. تاني إشي الانحدار ببلش يزداد بسرعة، إذا ميلانه رح يكون تقريبا 4 درجات، هناك حكينا 1/10، شوف نقلة نوعية من 1/10 لأربع درجات، يعني العمق ازداد بسرعة. تاني ميزة أو تاني خصائص لهاي المنطقة إنه ببلش أنتقل من القشرة القارية على طول بتحول أو بنتقل للقشرة مين؟ المحيطية اللي بتشكل لي قيعان المحيطية المحيطات. بالإضافة إلى أنه بيحتوي هذا المنحدر القاري على ما يعرف بالأودية تحت بحرية. وكمان رابع خاصية في عنا أنه عمقه تقريبا 2500 متر، مش زي ما حكينا بالرصيف القاري كان عمقه فقط 200 متر، هنا من 200-2500 متر، يعني عمق المياه إشماله ازداد. بما انه عمق المياه ازداد يعني خلينا نحكي نسبة وصول اشعة الشمس رح تقل لانه العمق زاد، فنسبة الكائنات الحية اللي بدها تعيش فيه رح تقل، ونسبة الاكسجين رح يقل، وكل المواد الغذائية والرسوبيات رح تقل. اذا نعيد، المنحدر القاري هو منطقة منحدرة عمقها رح يزاد بسرعة كبيرة، ميلانها او انحدارها 4 درجات، لو 4 درجات يعني رح ننتقل من منطقة القشرة القارية لمنطقة القشرة المحيطية، وبتشكل لي او بتحتوي المنحدر القاري على اودية تحت بحرية، وطبعا رح نحكي عنها كمان شوي، وعمقها رح يزداد ل 2500
متر تقريبا. حتى نشوف كمان نتأكد، نشوف كتابنا صفحة 39، نشوف شو هو المنحدر القاري. هاي المنحدر خلصنا من الرصيف اللي كان في البداية القريب من خط الشاطئ أو القريب من اليابسة، بلش الانحدار يزداد. فلما نشوف المنحدر القاري الموجود عندنا، العمق زاد، الانحدار بسرعة انتقل من منطقة مستوية إلى منطقة منحدرة بشكل كبير. فبالتالي زي ما حكينا عمق المياه 40-80% من الكائنات البحرية إشمالها متوفرة في المنطقة الرصيف القاري. يعني لو حكينا أين تتوفر الكائنات الحية في المحيط بالأخص، او تقريبا رح تكون اكثر اشي بالرصيف القاري اللي تابع للحافات القارية، تمام؟ كمان غير انه 70% من كائنات الحية تتوفر فيه، في عنا ثروات معدنية ونفطية، في عنا ثروات نفطية ومعدنية برضو بتتوفر في الرصيف القاري. لو بدنا نطلع على الشكل صفحة 39، كتابنا صفحة 39 شكل 3-4، في عنا الرصيف القاري زي ما احنا شايفين. هيو اول ما مجرد انه اليابسة تخلصنا من اليابسة وبلشنا ندخل في المياه وفي عمقها، هاي المنطقة اللي بتفصل بين اليابسة وبين المياه هاي بسميها الحافة القارية. ومن ضمن اجزاء الحافة القارية الرصيف القاري اللي حكينا اللي نسميه خط الشاطئ، زي ما انتم شايفين عمق المياه كتير فيه كتير بسيط، يعني بيسمح لأشعة الشمس بالدخول، بيسمح لوفرة الغازات الدائبة بشكل أكبر، درجة الحرارة بتكون معتدلة، ما بتكون منطقة معتمة بشكل كبير زي لو حكينا في قاع أو في خلينا نحكي نهاية المحيط. إذا 70-80% من الكائنات الحية متوفرة فيه، بالإضافة للثروات المعدنية والأملاح والرواسب. هذا بالنسبة للرصيف القاري المكون حافات قارية. تاني مكون من مكونات الحافات القارية إشي ما يعرف بالمنحدر القاري. كلمة منحدر يعني هلأ بلشنا نزداد بالعمق، بلشنا الميلان أو الانحدار إنه يزداد. كلمة منحدر يعني العمق إشماله يزداد، هي أول إشي. تاني إشي الانحدار ببلش يزداد بسرعة، إذا ميلانه رح يكون تقريبا 4 درجات. هناك حكينا 1/10، شوف نقلة نوعية من 1/10 لأربع درجات، يعني العمق ازداد بسرعة. تاني ميزة أو تاني خصائص لهاي المنطقة إنه ببلش أنتقل من القشرة القارية على طول، بتحول أو بنتقل للقشرة مين؟ المحيطية اللي بتشكل لي قيعان المحيطية المحيطات. بالإضافة إلى أنه بيحتوي هذا المنحدر القاري على ما يعرف بالأودية تحت بحرية. وكمان رابع خاصية في عنا أنه عمقه تقريباً 2500 متر، مش زي ما حكينا بالرصيف القاري كان عمقه فقط 200 متر، هنا من 200 ل 2500 متر، يعني عمق المياه إشماله ازداد. بما انه عمق المياه ازداد، يعني خلينا نحكي نسبة وصول اشعة الشمس رح تقل لانه العمق زاد، فنسبة الكائنات الحية اللي بدها تعيش فيه رح تقل، ونسبة الاكسجين رح يقل، وكل المواد الغذائية والرسوبيات رح تقل. اذا نعيد، المنحدر القاري هو منطقة منحدرة عمقها رح يزاد بسرعة كبيرة، ميلانها او انحدارها 4 درجات. لو 4 درجات يعني رح ننتقل من منطقة القشرة القارية لمنطقة القشرة المحيطية، وبتشكل لي او بتحتوي المنحدر القاري على اودية تحت بحرية، وطبعا رح نحكي عنها كمان شوي، وعمقها رح يزداد ل 2500 متر تقريبا. حتى نشوف كمان نتأكد، نشوف كتابنا صفحة 39، نشوف شو هو المنحدر القاري. هاي المنحدر خلصنا من الرصيف اللي كان في البداية القريب من خط الشاطئ او القريب من اليابسة، بلش الانحدار يزداد. فلما نشوف المنحدر القاري الموجود عندنا، العمق زاد، الانحدار بسرعة انتقل من منطقة مستوية إلى منطقة منحدرة بشكل كبير. فبالتالي زي ما حكينا عمق المياه